والمغربي يزور بنادم دكتور كيدير اضراب عن الطعام بحال بغيش نقول شي مصطلح بحال الدبان. راه النقاش كيفاش ندفعوا البلاد، نشدوا خطاب الملك وبه غنخلقوا نقاش حقيقي، به نحرجوا القضاة، نحرجوا البرلمانيين، نحرجوا السياسيين، نحرجوا كل فاعل. علاش كنحرفوا النقاش دائما؟ علاش التحريف ديال النقاش؟ حنا مع منتخب نسوي، السيده شدينا الصوره لابسه الحجاب ما لابساش، شكون اللي في صالحه دائما يحرف اللحظات الوطنيه في المغرب؟ شكون اللي في صالحه دائما كيحرف الاحداث؟ خوتي المغاربه مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده، حلقه جديده اللي كل اثنين كيكون فيها اهم احداث الاسبوع. اليوم غنوقفوا عند واحد الفيديو مهم لواحد المواطنه امازيغيه تعرضت للحجره. غنوقفوا عند نهيله بن زينه كذلك اللي لعبت المنتخب الوطني النسوي اللي خلقت الجدل بشكل كبير في العلاقه باللباس ديالها. وهادو هما جوج الاحداث اللي غنركزوا عليهم طبعا، وغنركزوا على حدث ديال الخطاب الملكي. خطاب الملكي هضرنا فيه، ولكن اللي مهم هو الارضيه ديالنا هو عباره الجديه في الحلقه ديال اليوم. خوتي قبل ما نمشي لذاك اللباس ديال السيده نهيله بن زينه اللي صنعت الحدث، هاد المواطنه هذا فيديو مؤلم جدا، سمعوا السيده. جيت عندي المراه قالت لي اعطيني الخبزه، اعطيني جوج خبزات، عطيت لي جوج خبزات طواتهم في الكعب، طواتهم في القعب. ملي خرجت الخبزه الثانيه من الفرنو قالت لي بدل لي هذه، قلت لي لا، قلت لها زيتيها هذيك مسيتيها وطويتيها في الكعب نبدل لك الخبز، قلت لي لا الخبز ما كيتمس، قلت لي الخبز ما كيتمسش. شوفوا الجديه اللي هضر لها الملك، شوفوا هذه المواطنه المغربيه، الخبز ما كيتمش، هذا عنوان وهذا تجلي من تجليات الجديه. مراه مغربيه، الخبز ما كيتمش، الخبز كيهبط للمعده، وغتقول واحد العباره قالت لك ماشي حوايج وماشي شي حاجه اللي ممكن يعني تقاس الخبز. لاحظوا هذه المراه جديه، جديه في العلاقه بالمنتوج ديالها مع الناس، وجديه مراه خدامه. شوفوا المراه المغربيه خدامه على راسها، شوفوا شنو غتعرض لهذه المراه. شوفوا وما رضاتش، صافي قالت لي اش فيه كاع، نزل هبط خو من الطوموبيل ودخل ليا لهنايا وبقى كيضرب فيا، هز ديك الفيترينه لحاف الشانطي. المهم هذاك الشيء كبان في الفيديو اللي داروا ليا دوك الناس، دوك الناس غير جايين للبحر، جايين للبحر ملي شافوا داك الشيء ما عجبهمش الحال، دايرين صوروا الفيديو. ملي مشاو هذوك جاو عطوني الفيديو، درت مشيت عند البوليس، درت لهم الشكايه عند البوليس، قالوا لي واخا راه سير صيبي الفيديو ديريه في السيدي، درته في السيدي ديت لهم الفيديو. تسنيت شي 3 ايام مشيت عندهم، قال لي ما بقيتش ترجعي، قال لي طنعيطوا لك الا كاين شي مشكل تصالحتوا ولا شي حاجه جيو عندنا، جي عندنا الا ما كاين شي حاجه ما بقاش تجي دير زعما تصالحوا داكشي. وقالت لي ما نتصالحش معاه، قالت لي راه غنهبط انا وياه ننزل هذا الفيديو اللي صوروا، خصني انايا نتبعها في هذا الفيديو وغندير جوج محامين عليه وما تشدوا حتى شي حاجه. لا لا ما نسيت، هي ديت الفيديو للمخزن، عطاوه عليا دوك الناس، زيد داك الفيديو درته في السيدي ديتو للمخزن، ما نشرت الفيديو ما والو. او صافي هكاك لي رسوا لي الفيترينا، رسوه لي تما، والفيترينا فيه تشوبينا فيها الصراف وفيها الورق كامل لوحوا عليا، لوحوا عليا في الشانطي. وهذا الفران رسوا راه باقي الساروت ديالها راه كتشعل فيه العافيه، والفران بوطه. المهم كامل هذا الشيء خسروا لي وضربني في رجلي هنا. المهم فحال من الضربه راه كاينه فيا شحال ما دابا كيفاش يضرب مرا؟ دابا هذا الفيديو ده خصو يستنفر كاع السلطات، ما يبالكمش نقاش بسيط. المرأة مغربية خدامة على راسها كيضربها راجل وفق روايتها، وعندها فيديو، عندها وسيلة إثبات، ودات الفيديو للشرطة. كيفاش راجل كيضرب مرأة؟ مرأة كتبيع وتشري، وقع لها سوء فهم مع مولا مع خوها، كيفاش راجل كيهبط يضربها وعندها أثر ديال الضرب؟ هي بوجهها كتقول وعندها وسيلة إثبات، شوف كتضرب مرأة. ضربه وضربوني في ركبتي، ما قدرتش نوقف، ما كنوقفش على خبز. وهما كيدوزوا هنايا قالوا لك غنشري لك الخنشه ديال الدقيق، اجروا لي الخنشه ديال الدقيق وسبوا لي الفيترينا. وديك ليامات كاش كامل اللي ضعت فيهم، وكنهز الرجا كنقول كنخدم في العيد، كنبيع الخبز، عيد الخبز ما كنكونش في العيد، اقسم بالله الا خدمت في العشيه ديال العيد، الناس عايدين مع ولادهم، انا جيت كنعجنوا باش نخدم باش نخلص الكره ديالي. راه كيتسلي الكره ديال الكراج ويتسلي الكره ديال الدار، وعندي ثلاثه ديال الولاد. كريت ب 24 تما، وكريت ب 20 هنايا، والظلمه اللي هي هنا كنوصل 50000، 50000 في الشهر. شوفوا هاد المرا كي دايره يا خوتي المغاربه، شوفوا على مرا كي دايره وبحالها بزاف. شوفوا مرا يعني ما مرا ما مشات لشي حاجه خايبه، كتخدم على راسها الحلال رسول الله. هذه هي المراه العفيفه الطاهره.
كاريه ب20 وكاريه ب30. ودابا هادي ما كاينش ما كاين لا ما عندها حتى حاجه بالحكومه حتى علاقه بالسلطه، معوله على راسها، عندها وليداتها ثلاثه مساكن خدام عليهم، والراجل قال لك ما كيعطيها حتى 4 دريال في النفقه، ومتحمله وما عاقلاش على الحكومه ومواجهه مصيرها. كيجي واحد كيهرس لها وكيضربها وكيخلي الاثار ديال الضرب، كتمشي لعند الشرطه كيقول لها سيري كاين شي صلحه حاجه، سيري ما تبقايش ترجعي هنايا. وفق روايه هاد السيده طبعا اخوتي المغاربه كاين مخافر امن الشرطه وديال الجندرم اللي كيحضروا المواطن بالعنايه، ولكن كاين حالات ها وحده كتهضر لهم هاد السيده في حدود روايتها عندها فيديو ديال الاعتداء عليها، كيقول لها علاش صورتي، المشكل هو علاش صورتي. وهذاك المعتدي كما كانش عارف بان في الفيديو وسائل الاثبات ضده ما يحتاجش عليها. دابا هاد المراه واش ما كتحتاجش للعنايه؟ هادي واش ما كتحتاجش للدعم؟ هذيك الجهه الامنيه ولا ذاك المقر الا كانت لقات هاد المعامله واش هذا سلوك؟ دابا غنرجعوا للملك، خطاب الجديه، فين كاين الجديه مع هاد الشكايه ديال هاد المواطنه؟ شوفوا هاد المراه كتجسد الجديه بخدمتها وعرقها، انسانه جاده في الحياه، وشوفوا الجديه من طرف الاستقبال ديالها كيفاش تعاملوا معاها، وشوفوا المواطن الاخرين كيفاش اعتدوا على مواطنه مغربيه. فكل التضامن مع هذه السيده. في اطار الجديه ندوز بسرعه حيت هذا الخطاب، نقول لكم واحد القضيه المغاربه باش نستمر في هذا النقاش. يا ريت العقل السياسي، يا ريت العقل السياسي في البلاد، المعارض في البلاد ولا خارج البلاد، يلتقط عباره الجديه اللي قال الملك بجديه. علاش؟ كتعقلوا على الخطاب ديال اين الثروه اللي قال الملك؟ اتساءل باستغراب مع المغاربه، اين هي هذه الثروه؟ ضاع ذلك النقاش. كان ممكن ذاك النقاش الملكي يتكون عليه على ضوء أرضية ويكون نقاش عمومي وسط المجتمع المدني وسط المعارضين وسط البرلمان، ودار أبحاث وتجمع الثروة ونواجه بها السلطات المغربية. عقلتوا النقاش كيفاش تحرف ولا تقشاب؟ حتى ذيك الكلمة فقدت قيمتها. اليوم كيذكرني هذاك الخطاب ديال أين الثروة بالخطاب الجدية. خطاب مهم كون كان عندنا عقل. دابا حنا اش كنديرو؟ كنسيسو، حنا عندنا حمولات نفسيه ما كنتعاملوش بمنطق سياسي. دابا هاد العباره اللي قال الملك ديال الجديه يمكن انها تكون ارضيه ومفتاح للشغال العام. تصوروا البرلمان نقاش كله الملك قال الجديه، اي سلوك انحراف اداري قضائي كيما بغى يكون طبيعته نشهروا خطاب الملك اين الجديه، نشتغلوا بها الجديه، ماشي عاوتاني كنوليو نديروا واحد النقاش تحريفي ولا واحد النقاش اللي كان ما عرفتش اخوتي. كنبغيش نفصل في النقاش باش ما كنبغيش ما نعرف ندخل في شي، كنبغي الناس يكونوا يتعاملوا بذكاء، يتعاملوا بمنطق. هذا رئيس الدوله جاب كلمه الجديه، تصور كاع التدافع ديالنا وسط البلاد والصداعات والمشاكل نستعملوا هذه عبارات الجديه. نحرج القضاء، سنحرج رؤساء المجالس الاقليميه، رؤساء الجماعات، سنحرج البرلمانيين، سنحرج الوزراء والحكومه. ها هو خطاب. دابا المشكل كيفاش غنتعاملوا مع هذا الخطاب؟ كاين اللي غيعطيه بالظهر، كاين اللي غيبغي يدير به السياسه والادلاجه، والجديه بقات بحال ذاك النقاش الثروه. عرفتي الثروه عند من؟ الثروه راه عند فلان، الثروه راه عند فلانه، واحد النقاش فيه السخريه، ما كيكونش النقاش يعني بواحد المنطق عقلاني. اليوم عباره الجديه بها احنا في النقاش الاعلامي نخلقوا منها نقاش. الملك قال الجديه، نعطيكم مثال، حنا نتموا غادي وحده بوحده بالجديه. مثلا دابا هذا العميل، اسفي فيديو جاني عقب الى كنشوف، عميل مشى دشن، اسفي دشن قهوه، ها هو السي الشريعي حقوقي، واش العميل يمشي يدشن قهوه ديال واحد السيد اولا مشروع خاص؟ شوفوا التصريح. اعتقد انه هادشي اللي ما كاينش في البروتوكول ديال العمال انه يمشي يدشن قهوه مثلا مقهى. شكون مول ذاك القهوه اللي دشنها له؟ عقلت على واحد البومبه ديال ليسانس مشى دشنها بأخنوش، كتكون شي مشاريع خاصه ديال شي واحد. دابا هذه قهوه مشى دشنها عامل، سمعوا هذه فين هي الجديه هنا اللي هضر عليها الملك؟ الجديه ما كاينش بروتوكول ديال العمال انه يمشي يدشن واحد مؤسسه ديال الخواص. مشى دشن مؤسسه ديال الخواص، هذه هي الجديه. دابا الجديه كنشوفها وكنتفكر مثلا دابا غير هذا بودريقه، بودريقه دار تصويره في الحفل، جا الحفل ديال الولاء دار جوج تصويرات، فين هي الجديه هنا؟ دابا علاش دار ديك التصاور؟ خلي دابا حياته الخاصه، هذا راه سياسي. واش هادي ماشي شكل من اشكال البحث عن الحمايه؟ دابا السيد عنده متابعه امر القضاء، ملي كيدير هاد التصويره شنو زعما عيطوا لي الولاء؟ دابا وكيل الملك حنا كنعرفوا الثقافه كيفاش دايره في البلاد، واش هذا ماشي تاثير؟ علاش زعما التصويره كتنشرها بحال هكا؟ ارتباطا بمفهوم الجديه اللي قال الملك، دابا هاد السيد مدان باربع سنين ديال الحبس. واش الحكم ملي قال الملك؟ راه كاينه واحد العباره نتمنى نلقاها مهمه، والجديه يجب، الملك تيقول والجديه يجب ان تظل مذهبنا في الحياه والعمل وان تشمل جميع المجالات. والجديه يجب ان تظل مذهبنا في الحياه والعمل وان تشمل جميع المجالات. الجديه في الحياه السياسيه والاداريه والقضائيه من خلال خدمه المواطن
واختيار الكفاءات المؤهلة وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة. الجدية في الحياة السياسية سبق لي هضرت لكم عليها، ما كاينش جدية في الحياة السياسية. التحالفات اللي كاينة راه باينة ما كاينش جدية في الحياة. الجدية مثلا غير تصريحات اللي دار القجع على التذاكر، غادي نديرو غادي نشرو كاين لجنة وبالتالي فالبؤساء المحسوبين على كرة القدم الذين استغلوا هذا الحدث كيفما كان شأنهم وكيفما كان منصبهم وكيفما كانت مسؤوليتهم، لن أتوانى شخصيا وأنتم معكم في اتخاذ كل الإجراءات الصارمة في حقه. فين هي الجدية في خطاب القجع في ذاك الجانب؟ مثلا الجدية هو الملك تيقول الجدية في الحياة السياسية في الحياة الإدارية وفي الحياة القضائية. مثلا ملي كتحكم على بوضريقة بأربع سنين موقوفة التنفيذ، علاش موقوفة التنفيذ؟ واش الحكم فيه الجدية؟ سؤال أنا كنسول. يمكن نعطيو الإنسان شهرين موقوف التنفيذ كتكون عقوبة قليلة، ثلاث شهور موقوفة التنفيذ، ولكن أربع سنين كاملة ووقفة التنفيذ. إذا العقوبة كبيرة ووقفة التنفيذ ما فيها تنهار، وذاك الشخص يبالي. أنا ماشي تنبغي الحبس أخوتي لشي واحد، أنا كنقول الإنسان يدخل الحبس ملي ما تكونش عنده ضمانات الحضور. غير الحكم، كنتفكر ذاك كريمين رئيس بوزنيقة تحكم أربع سنين موقوفة التنفيذ، دابا هذا أربع سنين موقوفة التنفيذ. شنو هي واش هذا الحكم القضائي أربع سنوات على بوضريقة موقوفة التنفيذ؟ واحد النقطة أخرى على بوضريقة فيها الجدية، أنا كنتذكر بأن الملك محمد السادس ما استقبلش رؤساء الجهات اللي نجحوا. علاش؟ وأشيع على أن بعضهم متابع من القضاء، والملك ما بغاش يستقبلهم لأنهم متابعين أمام القضاء بنفس العملية. دابا هاد الناس اللي كيجيو دابا كيتصور دابا هكا في الحفل، كيجي الحفل ولاء وكيبان بالجلابة والجمهور عليه نقاش، وماشي عبو ضريق عدد من عباد الله. دابا نقولوا هاد السيد يتمتع بقرينة البراءة صحيح، ولكن خلي دابا الجانب القانوني الجانب الأخلاقي غير تنقيات العمل السياسي. علاش هاد الفاعلون دابا بلا ما يهضر معاك حتى واحد ما تجيش وتا لحظتي ما تصورش، ملي كتصور كتحدى شكون؟ شنو هي الاشاره لمن؟ علاش كتصور زعما انا بجلابتي ومحكوم ومتابع امام القضاء؟ شعارات مرفوعه في قطر عيطوا لك عباد الله في البوليس ديال قطر، ملي استقبل المنتخب الوطني في القصر الملكي ما بنتيش وقالوا تم الابعاد ديالك، محكوم اربع سنوات ديال الحبس، اسمك طرف داكشي ديال الشيكات، ودابا في واحد الحدث وطني بحال عيد العرش. من الناحيه الاخلاقيه هو كبوضريقه وكنهضروا على الملك قال الجديه الجد، واش هذه اشاره ايجابيه ناس محكومين باسم جلاله الملك باربع سنين ديال الحبس ويتم جايب حفل في واحد المناسبه وطنيه مشرقه بحال هذه؟ واش هذا ماشي تشويش على مثل هذه الاحداث الوطنيه؟ اخلاقيا كنقول انت ما تجيش بوحدك وخا يعيطولك الاحزاب السياسيه. دابا انا بوضريقه واحد النقطه في العلاقه بحزب الاحرار قلتها وغنعاودها. دابا هاد بوضريقه تحكم بربع سنين ديال الحبس موقوفه التنفيذ وتذكر في قطر، علاش المكتب السياسي ما جمدش عضويته؟ تنشوفوا القضاء اش يقول لك ما عرفناش. علاش في بعض المناسبات نعطيكم مناسبات كيكون شي بحال الفايق بحال كيتابعك تم التجميد ديالو؟ البام شحال مره جمد من واحد متابع؟ البي جي دي شحال جمد من واحد؟ علاش بوضريقه ما تجمدش محكوم باربع سنين شعارات؟ تجمد لك العضويه السياسيه في الحزب وحنا كنقودوا الحكومه، من بعد نشوفوا واش معاك. علاش عندنا واحد العقليه حتى كيشد من في الحبس عاد كنجمدوا له العضويه؟ الحبس راه كنديروه غير حيت ما كاينش ضمانات الحضور. شوفوا السياسي شمن الثقافه كيكرز في وعي الناس. المغاربه عندهم ديك التيك تاك فحال الصراح، بمعنى راه انت ما عندكش مشكل مع القضاء، والحال انه متابع فحال الصراح او فحال اعتقال الامر كيرتبط غير بضمانات الحضور، راه بحال معتقل بحال فحال الصراح. ولكن حنا ثقافتنا السياسيه والقضائيه كونت عند المغاربه ان اللي كيهبط الحبس راه هو داير، واللي كيتابع فحال الصراح راه بريء، ويا راه بحال 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 فحال الصراح بحال فحال اعتقال. الفرق بيناتهم ان هذا اللي كيكون فحال اعتقال ما عندوش ضمانات الحضور، واللي فحال الصراح عنده ضمانات الحضور. وهذه فيها نقاش طبعا سبقنا هضرنا شنو هي المعايير اللي كتعتمدها النيابة العامة في إطار سلطة الملائمة باش هذا تمتعوا بحال الصراح والآخر كتمتعوا. كاين سياسيين كيحضروا بحال دابا الحداوي مشى وجا عند الفرقة مشى 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 عبر على ضمانات الحضور. وعلاش تعتقل؟ لأنه كيكالمي لو جو، هذا هو الخطير. لا أنا ضد هذه الثقافة، يتعب حال الصراح غير ديك بحال الصراح ما تبقاش طويلة، دغيا سربيه. إذا كان داير وثابت وكذا واقتنع القضاء بأنه هبط الحبس، هبط الحبس، القضاء الموضوع، ماشي النيابة العامة، ماشي قاضي التحقيق.
اذا دابا ملي كنشوف دابا انا هذا بودريقه محكوم بربع سنين ديال الحبس وتذكرت سميتو في قطر وتذكرت سميتو يعني في عدد من الحوايج وما تجمدتش عضويتو، علاش من طرف الاحرار؟ واش هنا كاينه الجديه؟ الجديه خوتي في مستوى اخر. دابا هاد الدكاتره اللي معطلين في المقر ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان في تمارا دخلوا في اضراب عن الطاعه، حكين حاله اغماء اليوم كيهزوهم بلا بيلانس. علاش فين هي الجديه هنا؟ فين هي الوزاره؟ فين هو رئيس الحكومه؟ فين هو الناطق الرسمي؟ فين هي وزاره ديال التعليم؟ فين هي الوزاره المعنيه بالتشغيل؟ هاد الناس حاملي دكات حامل شهاده الدكتوراه. دابا نسولكم المغاربه في هاد البلاد السعيده، الا كان الانسان كيقرا حتى الدكتوراه وما كيخدمش، فين كاين العطاء؟ فين كاين العيب؟ كيدار كونكور باش يطلعوا واحد، وواحد تيكون على المقاس، وعندك 50 ديال عباد الله مساكن جالسين كيتقاتلوا، شواهد مختلف من مختلف يعني المجالات، كاين اللي عنده في الاقتصاد، اللي عنده في الجغرافيا، اللي عنده في الفيزيك، اللي عنده في الماط، اللي في عنده. شكون المسؤول على هضر هاد الطاقات؟ شوفوا شحال ضاعت الدولة قرات هاد الإنسان حياته كلها، هو شحال ضيع ديال الزمن، عندهم السن ما بين 35 و 50 عام. هاد الناس دابا دخلوا في اضراب عن الطعام كيشوفوا الموت، شوفوا هاد الصور المخجله اليوم. والخطير في الامر الا كانت هاد الشواهد سقخاوي علاش كنقريوها في الجامعات؟ واش هذا ماشي مشكل حكومي؟ نقطه اخرى مرتبطه بهذا المشكل ودائما ارتباطا بعبارات الجديه. دابا واحد المغربي كيموت اضراب عن الطعام، داير اضراب عن الطعام دكتور، اتفقوا معاه مطلبوا ما اتفقوش مع هذا نقاش ندخلوا فيه. انا عندي سؤال مهم، واش ما يستحقش بلاغ من الحكومه؟ واش ما يستحقوش براغ من وزارة التعليم العالي؟ واش ما يستحقوش تصريح من الناطق الرسمي باسم الحكومة؟ واش ما يستحقوش زيارة ديال شي مسؤول؟ ولا مسؤول مغربي يزور بنادم دكتور كيدير إضراب عن الطعام، بحال بغيت نقول شي مصطلح، بحال الدبان. دابا خلي عندهم الحق ما عندهمش الحق، واحد الإنسان خصك بحال راه الإنسان كيموت. وماذا الإنسان دار إضراب عن الطعام إلا وصل السيل الزبا. يعني الإنسان تنكرت له السلطات المغربية. قرا ما دار حتى شي حاجه، بغى غير يخدم، كيخدم كتفتح له بوست على ربع سنين. وهادو قضيتهم عند رئيس الحكومه، الميراوي براسو تلاقاهم قال لهم سيروا عند رئيس الحكومه. دابا انا عندي كنقول لكم جوج مستويات، الا كانت شواهدهم سقخاوي علاش هاد الشواهد كاين في الجامعات؟ الا كانوا ما مكونينش علاش اسيدي فين كاين الخلل؟ الا كانوا دايرين اضراب عن الطعام وصلت حالتهم لهذا المستوى علاش لا بلاغ لا زياره لا والو؟ فكل التضامن مع الدكاتره والتنسيقيه ديال الدكاتره المعطلين. غنختم هذه الجوله الاسبوعيه بواحد الحدث مهم جدا. المنتخب الوطني نهيله بنزينه صنعت الحدث. مواطنه مغربيه اصيله كتلعب للمنتخب النسوي اللي حقق البارح واحد الانجاز كبير وكبير جدا، وكنحييه وكنهنئوا المنتخب الوطني النسوي وكنهنئوا الشعب المغربي ونتمناو على اننا ننتصروا في المباراه الثالثه ونتاهلوا. انا اللي تاني وهذا النقاش هو الصوره هذه لابسه يعني اللباس ودايره هذا اللباس ديال الحجاب والسروال، وهذا لباس سابقه في تاريخ هذا من ثلاث الملتقيات في العاب القوه كاين هذه المشاهد. ولكن ملي في كره القدم مثل هذا لاول مراه في التاريخ، مرأة مغربية مسلمة بكل قناعة وبكل ثقة بالنفس ودفاعا على ثقافتها وعلى رأيها وعلى هويتها وعلى حريتها، دخلت لهذه المنطقة غير عابئة بالانتقادات. أولا هذه السيدة كل الحب لها وكل تحية، كل تحية لأنها لاعبة واعرة ولاعبة زوينة ولاعبة كفأة ولاعبة عندها، وكل تحية لأنها تايقة في راسها ما تسوقتش لبنادم. هذا هو الإنسان اللي مزيان. الصوره اللي جابوا لها كيجيبوها مع هاد السيده مع النقاها. دابا هاد السيده كانت ضحيه ديال معسكرين، معسكر سلفي ما نقولش سلفيين كاملين، هاد النقاش اللي ترى اقليه ماشي هما المغاربه ولكن واحد الاقليه، معسكر لامها ولعاب عليها على انها معنقه المدرب ديالها، معسكر اخر في التيار الاخر ما نقولش علماني ولا غير لان الناس العلمانيين كنعرفهم ماشي هادي ثقافتهم، معسكر اخر لامها علاش لابسه الحجاب وعلاش لابسه. دائما كيدخلونا لهذه المتاهات ديال اللباس، وسبقنا قلنا ملي خرجنا من السجن ذاك اللباس اللي بغاو ديال الزوجه. ترى هذا النقاش كذلك مع ذاك اللاعب ديال المنتخب الوطني، ما عرفتش سميتو، نسيت سميتو يسمح لي بزاف، واحد اللاعب جد جد متالق، ترى النقاش ديال سلفي ماشي سلفي، وتحور النقاش من منتخب وطني اللي هو كبير وصنع الامجاد الى ولا النقاش حول الدين ديالو والتدين ديالو وكيفاش هو الداخل. دابا نفس العمليه كيدخلوا للسيدات. دابا واش حنا كنشقوا القلوب ديال الناس؟ واش هذا النقاش كيخدم المغاربه؟ ارتباطا بالخطاب الملكي الجديه، انا كنناقش دابا حتى مع الفيسبوكيين. طبعا ماشي كلش. واش هذا نقاش يعني جدي ان عندك حدث كبير مزيان
حنا المغاربه متشبعين بالثقافه ديال الاختلاف، كنامنوا بالحريات الفرديه. واحد الانسانه متدينه لبست فين؟ اولا لبست داك اللباس، هذيك ثقافتها واصالتها المغربيه كتدافع عليها. هي متدينه ولكن راه عندها كتعيش حياتها الاجتماعيه. دابا خوتي المغاربه شحال عندنا حنا من الناس كيصوم رمضان في المغرب صايم، ونهار العيد ثاني عيد معول حاط القرعه ديال الشراب غيشربها. ما كنتفقوش هذا نقاش من الناحيه الدينيه، ولكن هذا واقع مغربي. مؤمن نهار رمضان كيصوم ايمانا واحتسابا سيدي ربي العبيد وكيشرب. حنا عندنا في المغرب البيران، في البيران ولا اللي كيبيعوا البيسريات الشراب والبيران ولا الحانات، نهار العيد ولا فاتح كذا ولا عيد كذا كيسدوا البيران. كيفاش نقصفسروا داك السلوك؟ واش الاسلام كيحلل الشراب في الايام العاديه وكيحرموا؟ انا ماشي رجل دين باش نقيم هذه السلوكات ونفتي فيها. انا كصحفي ناكد على واحد الفكره، هذه ثقافه مغربيه، هذو هما المغاربه. وسبق لي قلتها في مناسبه اخرى، تلقاه مثلا يقدر يكذب، يقدر مثلا ما كيص السلوك للديني، كتلقى الانسان ما كيصليش. الصلاه هي اول ما يسال عليه الانسان، هو الصلاه، عماد الدين الصلاه. وحنا كمجتمع مغربي ثقافتنا دايره بحال هكا، ما كيصليش شي واحد ما عندناش مشكل، نحترمه وكنتعايشوا معاه، وكنعرفوا الانسان ما كيصليش وخاص له عماد الدين، ولكن الا عرفنا كياكل رمضان ما كنتسامحوش معاه. الا عرفنا الانسان كياكل رمضان ما كنتسامحوش معاه. واش معناه ان الصوم اعلى مرتبه واعلى مكانه في الهرميه ديال الاركان الاسلام؟ لا، الصلاه اهم. اذا هنا فين كندخلوا في الثقافه؟ الثقافه ديالنا دايره بحال هكاك. سيده في واحد الحدث عنقت واحد السيد، وعنقته بخلفيه وطنيه وبحس عادي، وداك اللي عنقها ما عنده حتى شي خلفيه كما بعض الناس عندهم في عقلهم في شعورهم، فرحه هذيك. علاش الناس غيدخلوا بنادم في هذا النيق؟ علاش الناس كيدخلوا في الحياه الخاصه ديال الناس بهذه الطريقه؟ علاش الناس كيحولوا حياة الناس إلى معركة للتدافع؟ علما أن النقاش موجود في المغرب. اللي بغى يناقش الصراع، واللي بغى يناقش التخلف، واللي بغى يناقش الفوارق المجالية والفوارق الطبقية واستحواذ أقلية على الثروة والهدر المدرسي والاعتقال السياسي، موجودة القضايا. مواطنة مغربية مسكينة ما هيش داعية باش تحاسبها. دابا السيدة واش هي داعية؟ تقدر تشد واحد الداعيه يوميا تيقول على انه كذا كذا، هذاك الداعيه ممكن تناقش معاه، وانت داعيه اش كتقول وقال الله وقال الرسول ودرتي سلوك مناقض لقولك، ممكن. واش هاد السيده داعيه؟ هذه مواطنه تؤمن بالله وبرسوله وبالاسلام بداك اللباس، في حركه عفويه ديال الفرح عنقت واحد السيد بدون خلفيه. واش المشكل فيها ولا في ذاك اللي كيقرا الصوره؟ وهادو هما المغاربه. هاد السيده كتجسد حتى مغربيه، حنا المغاربه دايرين بحال هكاك، عشنا لقرون بهاد الثقافه امنين، والمغرب ارض ديال الاختلاف، وكنتعايشوا مع النصراني وكنتعايشوا مع اليهودي، وكنتعايشوا المغاربه غير كنا في العروبيه، في العروبيه خوتي المغاربه في البوادي، بنادم كياكل رمضان وكيتعايشوا معه الناس، ما كيضربوه بحجر، ما كيكفروه، ما كيخرجوه من الجامعه عادي، الناس كيتعايشوا مع هاد الشيء، هادو هما المغاربه تاريخيا، وهذا سر قوتهم. دابا هاد السيده كتلعب كرة القدم اليوم. تصوروا هي بغات تشوف التعاليق، واش ما كنأثروش على معنوياتها؟ علاش كنحرفوا النقاش دائما؟ علاش التحريف ديال النقاش؟ حنا مع منتخب نسوي، السيده شدينا الصوت، لابسه الحجاب ما لابساش، شكون اللي في صالحه دائما يحرف اللحظات الوطنيه في المغرب؟ شكون اللي في صالحه دائما كيحرف الاحداث؟ طبعا ماشي كلشي مؤامره، ماشي كلشي، كاين بعض الناس كيعتبروا هذه هي اللحظه اللي فيها سيبعث، وكيصحاب لهم هذه معركه ديال الدين، وانه ما عرفش غيدير بهادي وغيبعات ولا ما عرفش شنو غيدير. بينما الازمه راه كبار، هاد السيده راه ما مسؤوله لا على انتصار الدين، ما مسؤوله على تراجع التدين، ما مسؤولاش على تصاعد التدين ولا تراجعه. هذه مواطنه تشكر لانها دافعت على اصالتها، تشكر لانها دافعت على التمغربيت، تشكر لانها دافعت على حريتها، وتصرفت بعفويه عاديه، عنقت ديك التعناق عادي، عنق راجل عنق امراه في الكوره في لحظه رياضيه. علاش عندنا هاد العقليه؟ علاش سالنا لها؟ دابا هي مع تقرا التدوينات عليها، واش ما كنأثروش عليها دابا في ادائها؟ واش هاد النقاش كيخدم؟ والسلا والمواضيع؟ علاش كندخلوا لحياه الانسان بحال هكا بهذه الطريقه؟ انا كنقول كرياضيه، واللي جميل على انها لابسه التوني وكتقبل كره القدم، هذه عاطيه صوره مشرقه على التدين بعدا، ماشي متزمته. هاد السيده بالعكس رائعه، رائعه لانها عندها دين، والدين راه عنده دور مهم في حياه الانسان، هي متدينه. ماشي منافقه كتلبس كيما كتلعب الكره، جات لحظه فرح تحرك فيها ذاك الحس والمشاعر الوطنيه وفرحته عنقت بدون خلفيات، حولنا هذا الشيء الى نقاش والى
مع كامل الاسف، وهذا كله كيرتبط بالجديه. فالجديه خص تكون في العمل السياسي، الجديه عند القضاة، الجديه عند البرلمانيين عند رؤساء الجمعيه، والجديه تاع عند المواطنين، الجديه تاع عند الدعاة، الجديه تاع عند الحداثيين، تاع عند السلفيين. راه كل شيء مرتبط وكل شيء ملزوم بهذا الخطاب ديال الجديه. راه الانسان خصو يكون معقول، الانسان خصو يكون مسؤول، يثير نقاشات اللي مثمره، يثير نقاشات اللي كتكون منتجه. اما هذه النقاشات كتخلق باقات المعسكرات، كتخلق وبعض المرات بلاد كيكون ما عنده ما يعاود، وبعض المرات البشر كيبغي غير يخلق شي نقاشات لي. انا ما كنصادرش الراي، عموما النقاش خليه يكون، غير كنبه الناس بان هذه السيده ماشي داعيه، ما يمكنلكش تسالها، ان هذه السيده في لحظه فرح، ان هذه السيده ما خصناش ناثروا عليها، هذه السيده خصنا نشجعوها لانها يعني انسانه كتمارس طقوسها وكتمارس حريتها يعني الفرديه، كتامن بالله عز وجل، كيبان لها الحجاب من حقها. تعلق ذاك السيد في لحظه فرح، في لحظه وطنيه عاديه وعاديه جدا. مره اخرى كنختم وكنتمنى الناس يلتقطوا اشارتي، كنهضر مع ذوي الالباب، اخوتي المغاربه، انا في هذه القناه المتواضعه راه اشاراتي كنهضر مع ذوي الالباب. خطاب الملك حول الجديه يجب ان يستثمر، خص يكون ارضيه للترافع طيله السنه. قال الملك الجديه وجيب لي شي حكم فيه الجديه، قال الملك الجديه وجيب لي تصريح ديال رئيس حكم فيه الجديه، قال الملك كذا، اي حاجه، اي حاجه فيها الجديه. انا بغيت نجيب واحد نختم بهذه واخا الجديه ومهمه هذه. بولمان، هذه اخر محطه. بولمان التزم وزير الصحه على انه واحد المستشفى غيكون تما، داز شهر مايو ما كاينش. احنا نرجعوا للملك الجدي، لاحظوا كيفاش خصنا نستثمروا خطاب. راه ماشي نمشيو للملك ونبداو، راه النقاش كيفاش ندفعوا البلاد، نشدوا خطاب الملك وبه غنخلقوا نقاش حقيقي، به نحرجوا القضاة، نحرجوا البرلمانيين، نحرجوا السياسيين، نحرجوا كل فاعل وكل مسؤول يكون معين من المنتخب. دابا شوفوا على احراج دابا الوزير، ها هو قال الجديه، سمعوني هذا، سمعوا المستشفى ما كاينش هذا المستشفى. السيد الوزير، هناك بعض المشاريع اللي كانت مبرمجه منذ سنوات لكن لم يكسب لها النجاح كما هو. البارح شنو قلت لكم في واحد الحلقه من عناصر ديال التحديات اللي كتواجه السياسه العموميه في المغرب؟ قلت لكم كاين اربعه. شنو قلت لكم في واحد العباره مهمه؟ اول حاجه هو هدر الزمن، كنديروا برامج بدون زمن، هو هاد الاشاره. وقلت لكم واحد المشكل في السياسه العموميه ما كاينش التتبع، كنديروا برنامج وما كيكونش التتبع ديالو. ثم كاين مشكل اخر في السياسه العموميه، هو ما كاينش الالتقائيه. شنو هي الالتقاء؟ ما كاينش علاقات وضوح ما بين الفاعلين، وهنا عدد من السياسات كتضرب الحيط. والنقطه الرابعه شنو هي؟ هي التقييم ديال السياسه العموميه، ما كايناش تقييم. كنديروا مشروع وكنمشيو للمشروع بدون ما نحاسبوا ونسائلوا على المشروع السابق. ها هو هنا ترى واحد النقطه قلتها لكم، وهو الزمن. شوفوا شنو قال على الزمن باش تعرفوا علاش المشاريع كتخسر. منذ سنوات لكن لم يكسب لها النجاح كما هو الحال لمستشفى القرب ببولمان. بعد تسويات المشكل اللي كان ديال العقار، نرجو ان تعملوا لاخراج هذا المشروع الحيز للوجود استجابه لانتظارات المواطنين والمواطنات لدائره بولمان، وشكرا. كنشكرك على هذا السؤال، على التعقيب هذا، لانه في الحقيقه كانت اخرا مؤخرا كانت عندنا اجتماع مع الجهه ديال فاس بولمان، وكان حاضر فيها السيد الوالي والسيد رئيس الجهه، وكنبشرك بان البرنامج ديال المستشفى ديال بولمان غادي يبدا الاشغال، ماشي الاشغال، في ماي 2023 وفي الاوائل ديال 2000 ديال جوان. يعني احنا في اللمسات الاخيره كانت واحد التعثر بالنسبه للميزانيه اللي خصها تزاد، صادقنا عليها، فبالتالي الاجراءات غادي تبدا ان شاء الله ديال الاشغال. شكرا. شكرا السيد الوزير. اشمن الشهر دابا حنا في عيد العرش يوليوز، شنو قال السيد الوزير؟ في ماي تبدا الاشغال. اتصلوا بيا الناس بولمان، قال لك باقي الاشغال ما بداتش. ها هو العنصر ديال الزمن، اهدار الزمن، ما كنعطيوش قيمه للزمن. ها هو عنصر اللي هضرت عليكم، واحد من المعضلات اللي كتواجه التحديات في السياسه العموميه. رجعوا للملك محمد السادس، الجديه، فين هي الجديه هنايا؟ مع كامل الاسف. شكرا لكم خوتي المغاربه، والى اللقاء.